أكيد التأهل النصف النهائي كان مستحق من طرف الملاكمة المصرية، وإن شاء الله كما راكم تشوفوا أننا دخلنا المنافسة ورانا إن شاء الله نحضروا باش نتجاوزوا دور بعد دور إن شاء الله باش نقتنصوا أغلى ميدالية إن شاء الله يا رب. أكيد كان باين أن الملاكمات الجزائرية راح يتأهلوا هذا الدور الأول بالنسبة لهم، في انتظار بعض الملاكمات اللي راح يدخلوا بقوة إن شاء الله كذلك يلتحقوا بزملائهم وزميلاتهم وإن شاء الله نكونوا أكبر عدد ممكن إن شاء الله من الميدالية. والله أجواء في وهران رائعة، أنا وهران نعرفها من بكري وعندي جمهوري الخاص ومدينتي عيثانية، ما يخفلكمش أنه خليف إيمانية من ولاية تيارت اللي ما تبعدش على ولاية وهران. وهران هي كذلك الديار تاعي اللي نشكرهم وما زالوا واقفين معنا، وهرنا هما بطبعهم عندهم جو خاص، راهم مساندين نقول لك بالك 100%، نشكرهم على هذا المساندة تاعهم اللي راهم كل يوم رانا ننبهروا بهذا الجمهور وان شاء الله نكملوها على خير ان شاء الله يا ان شاء الله يا ربي راح ندير كل ما عليا ان شاء الله باش نهدي الشعب الجزائري ميدالية ثمينة ان شاء الله.